دي البطولة رقم 16 للنادي الأهلي في ألعاب الصالات، ما بين طايرة ويد وسلة وكل حاجة. فالسلة سيدات الحقيقة السنة دي عاملين الخماسية، كسبانين كل حاجة، ما تغلبوش ولا ماتش في واحدة من الأرقام القياسية اللي صعب جدا 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 يتم تحقيقها. ولكن هؤلاء أو البطلات اللي أمام حضراتكم دول بسم الله ما شاء الله عاملين أرقام قياسية في كل حاجة، في كل حاجة. أنا بهنيهم على الهواء مباشرة، بهني مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بهني الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي. الحقيقة هذا الرجل له دور مهم زيه زي بقية أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، أستاذ خالد مرتجي اللي موجودين في كل مباراة بتلاقيهم موجودين، كابتن محمود الخطيب اللي متواجد في ظهر كل اللاعبين وكل اللاعبات، وبنتبسط وبنفرح وبنبقى سعداء باللي احنا بنعمله، وهنبقى أسعد دايما بكل اللي بيعمله بطلات النادي الأهلي، وهنقف في ظهرهم، ولو عندنا مشكلة في لعبة هنحلها. هذا هو الفارق دائما ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني، إن احنا عارفين إن احنا عندنا مشكلة في الكرة الطائرة رجال، متأكدين هنحلها، هنحلها زي ما كان عندنا مشكلة في الهاندبول. الحمد لله والشكر لله، كل حاجة الحمد لله والشكر لله تم حل المشكلة، وبالتالي خدت كل البطولات. هذا هو الفارق الكبير جدا جدا ما بين النادي الأهلي وما بين أي حد تاني. مرة تانية أنا مش عايز أتكلم كتير النهاردة عن هذه الفرحة الرائعة وعن الجمال اللي حضراتكم شايفينه، عشان إن شاء الله بنحاول بكرة أو بعده يكونوا موجودين معانا كابتن طارق وبطلات النادي الأهلي يكونوا موجودين، ونحتفل كالعادة زي ما حضراتكم متعودين دايما من خلال شاشتكم، شاشة قناة النادي الأهلي. النهاردة الحقيقة قدرنا نجيب الدروع فقط، كله بسرعة كده، فقدرنا نجيب الدروع فقط وبنحتفل معاهم على الشاشة. يعني إحنا بنحتفل مع بطلات النادي الأهلي على شاشة قناة النادي الأهلي، وكالعادة الحقيقة ودائما من خلال شاشتكم بتبقوا مبسوطين وبتبقوا فرحانين، وإحنا كمان بنبقى مبسوطين وسعداء، وكل حاجة حلوة بتبقى جوانا بما إن حضراتكم مبسوطين، بما إن جمهور النادي الأهلي مبسوط، هو ده اللي يهمنا بالمناسبة يعني.